السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العنقود. اكيد يعني اول ما شفت المفرش ده عرفت انا عند مين. انا عند احمد ودود. بص اقول لكم العنوان اولا كده، على اول الشارع اهو مستشفى المطريه في الوش اهي. اول ما تنزلي من المطريه تسالي على مستشفى المطريه وباب العيادات الخارجيه، في محلات قدام باب العيادات الخارجيه اسمها رشدان وحواء. الشارع اللي بعد رشدان وحواء على طول تدخلي فيه هتلاقي احمد هدهد. نبتدي بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم على الكوفرتات اللي عنده النهارده ملهاش حل، والخامه من على قرب اهي. بصوا الجمال وبصوا الظهر والسعر مفاجاه. المساحه قد ايه؟ تحسي ان هو مش كوفرته، ده مفرش، ده مفرش ومعاه اتنين خداديه. ورينا الخداديات كده يا علي. بصوا يا جماعه المفرش وجماله وجه الخداديات بتاعته. بصوا الخداديه برضو فيها شغل بارز وحاجه من الاخر تحفه، يعني انا عن نفسي هقطع منه. انا بقول لكم عشان خاطر اللي حابب يشحن منه الشغل دوت ما بيقعدش، عنده كذا شكل النهارده من الكوفرتات دي. الخامه عاليه والاشكال جميله والالوان اجمل، وبرضو اللون ده تحفه. وفي شكل تاني كده هادي عاجب علي. بس هوريه لكم دلوقتي. بصوا تحفه قوي الكوفرتا دي، اللون ده جميل قوي قوي قوي. بصوا ده من على قرب اهي. الكوفرتا عامله 250. يعني انت لازم تقول السعر في الفيديو. طيب الكوفرتا عامله 250 يا جماعه، الكوفرتا عامله 250 اهي. مفرش كوفرتا مع وشين الخداديه. افرق لنا بقى اللي عاجبك ده. بصوا شكل الخداديه عامله ازاي اهي، وده شكل المفرش بقى. هو هادي جدا، لون زيتوني كده في الاوف وايت تحفه. دي شكل ايه؟ فرصاصي. ماشي يا علي. على فكره الساعه 7 الصبح فتلاقوني مش فايقه خالص، يعني خالص لسه رحت بفترش، فالواحد جاي يجري عشان يلحق الحاجه دي. تيجي بدري يا جماعه عند احمد ودود. يعني انا جايه في الروقان اهو، لو ما فيش اصوات كتيره حواليا لان لسه الناس ما جاتش. ده شكل تاني اهو، لبني لبني اهو، وعندك الزيتي وعندك الكشمير وعندك الوان النبيتي اللي انا بقول هقطع منه. ده جميل قوي عجبني، هو والكشمير. بس هو في شيله تقيل فالواحد يعني يخفف شويه. احنا شفنا البني ده صح، وشفنا الزيتي وشفنا اللبني والكشمير والنبيتي. وريني اللي فيه ذهبي ده، يعني دوت في سيلفر وده في ذهبي. هي الورده هنا نبيتي، هنا الورده نبيتي ولا توبي؟ توبي صح كده. خليه يوريكم بقى اخر لون من الشكل ده ونشوف ايه اللي عنده تاني. الله ده شكله حلو قوي. بصوا انا على بعد اصلا كبير قوي. احلى من اللي انا منقياه. السيلفر اللي انا منقياه برده حلو. بصوا الورده، بصوا الورده، بصوا الورده بارزه ازاي، حاجه من الاخر. الظهر اهو، عشان ما حدش يقول لي فين الظهر. الظهر اهو جوبلين، ده خامته اصلا جميله جدا والله العظيم احلى من الجوبلين. بصوا الجمال تحفه. دي الخداديات بتاعته. بيجي معاه كام خداديه؟ اتنين وش ولا خامله؟ اتنين وش كام بس. اقول له ده قماش ده ولا كوفرتا؟ قال لي لا ده قماش يتقطع بالمتر. المتر ب 20 جنيه يتعمل كوفرتات ب 20 جنيه المتر. ومحدش يشوف الفيديو بعد ما يشوف الفيديو يطلب مني، عشان بص الحاجه عنده بتتشال. ده الظهر بتاعه. بكام المتر؟ الظهر بتاعه ده المتر ب 20. ب 20 جنيه المتر يتعمل كوفرتات. تمام. انا عايزه اشوف ده يا علي. ايه ده؟ ده قماش. ده قماش؟ قماش تنجيد. قماش تنجيد ما شاء الله. اللون بتاعه تحفه، اللون بتاعه تحفه. زيتوني في كشمير. بكام بقى المتر؟ ده ب 25. ب 25 جنيه؟ مسكني الخامه كده الله يسترك. اه خامه يا نهار ابيض. 25 جنيه. ده تقيله تقيله يعني. شغل من الثوره ده. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وطبعا دي حته ولا توب؟ لا دي كان توب واخر حته من التوب. دي اخر حته من التوب، يعني يا دوب تنكت كنبه. تمام. وده ايه؟ دي قطيفه همر؟ لا قطيفه. قطيفه همر بكام عندك؟ 25. 25 جنيه المتر. ارخص من الجمله. ارخص من الجمله، تمام. القطيفه 25 جنيه عنده. الهمر كان في حد سالني برضو على الهمر قبل كده.
دي كام المتر من ده لو سمحت؟ دي برضو بالمتر اهي تمشي كوفرتا. هي كوفرتا. هي كوفرتا؟ مسكني خام. هي خفيفة تصدقوا؟ خريفي. أو ممكن حد ينجد بيها، أو ممكن حد يعمل لها كفر للمرتبة. وريني الظهر عشان كله يقول لي وريني الظهر، وريني الظهر. أهو الظهر بتاعها أهو. المتر بكام بقى من دي؟ زيه ب 20. بصوا الاسود ده عاجبني قوي، فبقول له افرده، بيقول لي لا مش لازم انا افرده، الطوب بتاعه كبير، افرد عليه وبطل تبقى كسول، احنا لسه في اول نار. ما شاء الله ده طلع ايه؟ طلع من النص كده رسمه ونش طالعه اهو. دي لاخد ديت؟ لا دي كوبرتا المتر ب 20. المتر ب 20 من دي؟ طب مسكني الخامه. طيب خامه قطن؟ لا دي مش على قطن يا ابني، الحلال الرسمه نفسها تحفه. المتر ب 20. لا 150 اتعمل منه. العرض 150؟ اه صح. اه ده عرض 150، ده اكتر من 150 يعني. ده عرض 150. ده عرض 150، ده اكتر من 150. طب مقيس. لا انا متاكده انها اكتر من 150. قيس كده. بسم الله. 180 وانا اهو انت اهو. اهو عشان الناس تصدق. الله يخرب بيت. انتوا ماسكين التوب في الشارع؟ اتنين متر؟ اتنين متر مش 150. اصل مفيش كوفرتا يبقى عرضها 150، دي 2 متر. يعني اللي عاوز ياخد منها 2.5 تعمل له كوفرتة اطفال واحدة بس. يعني تاخدي 5 متر يعمل لك كوفرتتين اطفال. 5 متر بكام بقى لما تيجي عند هدهد؟ ب 20 جنيه. يعني كوفرتتين تقف ب 100 جنيه. يا صلاة النبي. بصوا يا بنات انا صورت لكم كوفرتة دي قبل كده اول بالمتر. على فكرة الطوب ده هيوقع الناس اللي في الارض ده. انا اول واحدة كنت اقع. ماشي. بصوا يا جماعه الخامه دي، ده قماش بالمتر. ده بالمتر ماشي. المتر بكام؟ المتر تقيل قوي. المتر ب 70 من ده. بصوا الظهر بتاعه، الظهر بتاعه اهو. هم اكيد عارفين الخامه بتاعته عامله ازاي اهي. وفيها فتله، بصوا فتله ذهبي كده سرمة حلوه قوي. المتر ب 70. ده الجاكار التقيل التقيل. في حاجه جوه كده يا علي ورهاني كده، لازم انا الف لك انا عشان انت النهارده كسلان قوي. بص يا علي عشان الناس كده مش هتشوف مع العتمه. بص اه ده طلعه ده بره كده يا علي. ده اول واحد ده شكله حلو قوي. ده ايه ده؟ اه ده قماش. طب هات وريني كده اللي في الارض ده. كده تنجيد. ده تنجيد ده اللي انا بقول لكم شكله حلو قوي من على جنب. ده تنجيد. بصوا اللون بتاعه جميل قوي. بصوا بقى الظهر يعني يمشي على الوشين. ده تحفه قوي. المتر بكام بقى؟ 25. بكام؟ 25. ب 25 جنيه. مسكني الخامه كده. 150. يا جدعان انا مش قادره، ده انا هين عليا اقطع متر واوزنه لكم واقول لكم كام. ايه يا جدعان ده 25 جنيه. ما شاء الله. يا بخت اللي بينجد. ربنا يكرمني وانجد الانتريه واجي اجيب من عنده.